رايخ زيك يا شيطان. في يابا رحت اجيب البضاعات وانحرجت مع الزلمه، مش حامل معي المصاري، نسيت اخذ معي مصاري، هات المصاري راح اعطي للزلمه. هات يابا يا شباب، ايش صار؟ اسمه كاس قهوه اعطاني 100 شيكل، رجعت الفلوطة رجعت له. اعطاك 100 شيكل؟ اعطاني 100 شيكل. ولك انت حمار. شو في يابا؟ ما طلعتش عليها؟ مش في اي شيء يابا. 100 شيكل مزوره؟ مدوره 100 شيكل؟ خربت دياري. اعطيته اياها وصرف لي اياها على طول، رجع لي الباقي. ما كشفش انها مزيف؟ طبعا ولد صغير شو بعرفه. انت خربت دياري، خربت دياري، الخوني قتلني ذبحني. لا شو رخيني؟ طول بالك، والله اخرب بيته، والله اخلص عليك، صدق اخلص عليك. الله يستر، الله يستر يا رب، الله يستر. يا ريت ما نزلت معي اليوم، يا ريت ما روحت على المسطى، يا ريت ما روح. الله يستر. السلام عليكم. الشاب اللي شفته شو وضعه؟ ان شاء الله خير. كل طبيعي نعمل له اسعاف. مشان الله يا عم طمني شو وضعه؟ ان شاء الله خير. الله يعين، الله يعين. وين هو هلي؟ هي بالطوارئ. شكرا. يعني مشان الله ولا بنعرفه او خليها تطمن عليه. الله بيطلع الدكتور بيحكي معي، مو بيحكي معي. بس اشوفه. هاي بتطلع بس يجي الدكتور، هاي وجه. يا الدكتور؟ ها دكتور طمني شو وضعه؟ طول بالك. انت شو بتقرب؟ ابو انا دكتور. طول بالك. بصراحة يعني احنا حاولنا كل المحاولات، ما قصرناش ولا بشيء، كل شيء بنقدر نعمله عملناه. طب شو وضعه يا دكتور هليت؟ طمني مشان الله يا دكتور. طمني يا دكتور. ايه بعوض الله، الله يرحمه. شو بتقول يا دكتور؟ لا تقولهاش يا دكتور، مشان الله يا دكتور. لا 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 انا قتلته. تفضل معنا يا حاج. بدون شرشر لو سمحت، تفضل معنا. تفضل معنا يا حاج. بدي اتفضل معكم، بس انا بدي احكي كلمه واحده للي اعطى ابني ال 100 شيكل المزيفه اللي انا اصلا بدي 10 ايام اشتغل فيها. شو اخبار ضميرك؟ وين ضميرك انت لما ضحكت عليه ابني؟ ليش انت بتستغل الاطفال وتضحك عليهم وخليتني انا اقتل ابني؟ انا بدي اروح معاكم. شو اخبار ضميرك؟ شو اخبار ضميرك؟ وين ضميرك انت لما ضحكت عليه ابني؟